تعلمون تماما أنه يجب الاستمرار في أخذ الأدوية دون التوقف حتى خلال شهر رمضان. أما بالنسبة للجرعات والأوقات التي يجب أن تؤخذ فيجب عليكم مراجعة الطبيب قبل رمضان بفترة من الزمن حتى يتسنى للطبيب مناقشة قراءات السكر ومراجعة قراءات السكر ومراجعة الفحوصات الخاصة بكم وتعديل جرعات الأدوية بما يتناسب مع رمضان حتى يكون رمضان سهل ومن غير أي مضاعفات إن شاء الله. ومرة أخرى كل عام وأنتم بألف خير.